الشاني رئيس الجامعة الحضرية لهيئة حريدة. أولا كنشكرك على هذا اللقاء اللي خصصتي لنا اللي هو خارج أوقات العمل اللي غنتناولوا فيه واحد المجموعة من المواضيع اللي كتهم الشأن المحلي لهيئة حريدة. بطبيعة الحال غتكون بمشاركة الأخ عبد العزيز بن رحمة عن جريدة النهار المغربية، وأشطري فانتكات عبد ربي أحمد معطير عن جريدة الأحداث المغربية، وماهر معطير عن الموقع الإلكتروني ميديا لايف. السؤال الأول سي الشاني اللي غندوي به هو أنه المجلس السابق خلى لك واحد الفائض على حسب ما يتداوله مع الأشخاص، خلى لك واحد الفائض ديال 700 مليون بالإضافة إلى واحد الشركة أدت واحد الديون عندها اللي كانت حوالي 700 مليون، هي مليار و 400 مليون، واللي برمجتوا منها واحد المجموعة ديال المشاريع، ولكن هذه البرمجة خلفت واحد النوع من الاستياء، لأن ربما الناس شافوا ماشي محلها. غتقول لي مثلا نعطيك مثلا قضية التونيات، هناك واحد المؤاخذات على هذه التونيات اللي خصصوا لها تقريبا واحد 24 مليون، بالإضافة مثلا النادي النسوي اللي كاين في غير حرودة خصو في الجوطية وخصو واحد المبلغ. الناس كانوا كيشوفوا بأن هذا المبالغ ربما كانت خاصها ترصد المشاريع أخرى اللي مهمة وتعود بالنفع السكان. شنو رأيكم في هذه القضية؟ السلام عليكم ورحمة الله، شكرا على الاستضافة. نبدأ بالنقطة الأولى اللي قلتي هو ديال الفائض 700 مليون، هذا مسائل ما كيناش. الفائض السنة اللي قبل اللي كان عند الفائض المجلس السابق كانت عنده فائض 600 مليون، دار البرمجة ديالها، حنا تابعين البرمجة ديالها، لأن كإدارة حنا المسائل كتستمر، حنا كنقوموا بالواجب من بعد منهم. داك الفائض اللي كانوا خصو راه داروا فيه الدراسه ديالو، حطوا المشاريع ديالو، حنا الان راه كنشتغلوا في هذاك الاتجاه على اساس باش نخدموا لهم الفائض الثاني اللي خرج في سنه 2015 على الاقل بالفائض ديال 2014. يعني الفائض اللي تكلمتوا عليه هو فائض ديال سنه 2014 ماشي فائض ديال سنه 2015. بالنسبه للكلام اللي تكلمتوا على التونيات ما كيكونوش في الفائض بل كيكونوا في ميزانيه السير، يعني تونيات، لان ميزانيه السير ديال الجامعه كتضم بزاف ديال الحوايج منهم بعض المعدات مثلا تنشيط رياضي ولا قطاع رياضي، خصصت ليه واحد المبلغ ديال 200 الف درهم على اساس معدات رياضيه وليس تونيات. هذا هو بالنسبه للضجه اللي وقعت. انا بالنسبه لي ما كاين حتى شي ضجه، امر ما فيه هو ان هذاك اقتراح ديال اللجنه ومازال غادي يدوز عند المصلحات اللي تهمهم الامر باش غادي يقرروا في هذا المبدا. سيد الرئيس، بالنسبة للباعة المتجولين ببلدية عين حلوبة كنلاحظوا بأنه الباعة متوافدين من مناطق مجاورة للبلدية، مثل السيد البرنوسي، سيدي مومان، الحي محمدي، يعني ليس بأبناء المنطقة. واش المجلس البلدي ديالكم واش حاول يوضع حل لهذه الباعة بعد ما تم تصديق خناق على من عمله السيد البرنوسي؟ واش في عين حروده واش كيبقى هو ملجا للباعة المتجولين اللي هما غرباء عن المنطقه ليس بأبناء المنطقه؟ الكلام ديالك مفهوم، كما كتعرفوا البرنوسي داروا داك المشروع ديال السوق النموذجي، بالتالي الناس اللي كان عندهم الحق انهم يستافدوا من هذاك المشروع استافدوا، الناس اخرى اللي ما استافدتش قلبت على مناطق اخرى اللي ممكن ان تقدر تبيع وتشري فيها. دونك كانت اقرب نقطه لهم اللي التجؤوا لها هي منطقه عين حروده. بالنسبه لعدد الوفود اللي كانت وافد عدد كبير ديال الباعة الجائلين، حتى السلطه لقات واحد الاشكاليه باش انها تقدر تفك هاد الناس كاع تحيدهم من هنا. اليوم هو ان نهار اثنين ان شاء الله في الصباح مع 11 عندنا اجتماع مع السيد العامل بهذا الخصوص باش يدار حل جذري لهذا المشكل هذا. بالنسبه لولاد المنطقه اللي على حسب المعلومات اللي عندي اللي ما تتعداوش 100، كاينه دراسه الان السيد العامل مشكور خدام عليها، هو من اجل خلق واحد السوق نموذجي رغم ان لقله العقار. يمكن السيد العامل لقى واحد الحل لواحد العقار اللي يمكن تابع الوزاره تجهيز على اساس باش يدار فيها السوق النموذجي، والدراسه راه غدا وان شاء الله الرحمن الرحيم هذه المشاكل كلها غادي تتحل من المنطقه. سيد الرئيس، كما فهمكم هناك مجموعه من الدواوير كدوار الوي، حروضات، ولاد الملك، بعد خدوع من الزعيميه من اجل المنفعه العامه من طرف مديريه ديال الاملاك المخزنيه، كيتفاجئوا مؤخرا بانهم اصبحوا خارجين من الاستفاده من المشروع. نعم. بغينا نعطيك تعطينا نظركم في هذا الامر. نشرحوا بعد الامر ونقول لكم النظريه ديالتي. المشكل اللي كان هو ان مدينه عين حروده اللي دار لها نزعه ملكيه هو شركه ولا الاملاك المخزنيه هي اللي دارت نزعه ملكيه، وهي اللي فوتت
الأراضي منهم مفوت لشركة هيئة زينة الأساس، ومنهم مفوت لشركة الميناء الجاف، ومنهم مفوت لشركة السكة الحديدية، ومنهم مفوت لشركة الصندوق الإدارة والتدبير. دونك فيما يخص الناس اللي تفوت لهم الأرض ديالهم اللي هما فين كيتواجدوا حرودات ككل ودوار الوي، هما كيتواجدوا تقريبا ما بين العقار ديال الميناء الجاف وما بين العقار ديال السكة الحديدية. هاد الناس لازم لهم الحلول ديالهم تاهم. نتمنى احنا كمجلس احنا لحد الساعة ما عندنا لا طلب ترخيص لا ديال حتى شي حاجة بالنسبة لهذيك المنطقة. كيف كتعرفون زعما الملكية هي قانون ولا مساطير ديالها بعيدة علينا. احنا اللي تهمنا هو الساكنة اللي كتقوم فوق هذوك العقارات، لازم ما يدار معهم حلي ومنطقي ومعقول قبل ما يتم الترخيص لهذا المشروع ديال الميناء الجاف. هذا هو الإمكانية اللي غادي يدير للمجلس إن شاء الله الرحمن. سي محمد، سمعنا في الأول الانتخابات، سمعنا ملي نسيتي كرئيس، سمعنا عن قضية البيع الشركة ديالك. نعم أنا سمعت. سمعنا عن القضية أنك مستعد لبيع الشركة ديالك باش تنقد المجلس من الدول العلاقة، واش صحيح هذا الخبر ولا خطأ؟ بيع الكلية ديالي؟ لا. المشكل اللي كان فيه هو أننا كنا مجمعين مع الناس باش نقولوا اللي كاين. سالا الاجتماع نادوا بعض الأشخاص الدراري اللي كانوا حاضرين في الاجتماع اللي كان مالديك هما الناس تقريبا ديال سيدي أحمد منيشو، شكروني على التدخل ديالي وقلت لهم ودي أنا بالنسبة لي مادام ترشحت الانتخابات من أجل الخدمة ديالكم أنا مستعد نبيع الكيلي ديالي باش نحل لكم مشاكل إلا اضطريت. ولكن هذه كتبقى كلمة مجازية لا علاقة لها لا بليديك لا حتى شي حاجة. هذا الكلام كان بيني وبين الأصدقاء، بعض الناس أولوه وداروه خرجوه بالطريقة اللي بغاو. السيد الرئيس، بالنسبة لي المصلحة حفظ الصحة أو المصلحة ديال الشرطة الإدارية، واش ما كتشوفوش بأن الدور ديالها هو هذا في هذه الفترة اللي هنا مقبل احنا في الصيف كنشوفوا المأكولات متنوعة في الشارع العام من غياب مراقبة من طرف المصالح المعنية اللي تابعة لكم حفظ الصحة، إذا كيشكل أضرار خطيرة على المواطنين. هذيك الشرطة الإدارية ما كتشوفش بأنها تخدم في هذه الظرفية هذه الحالية الصيف؟ هو الشرطة الإدارية يلا خدينا مقرر من المجلس على أساس باش نقدروا نكونوها، والآن الحمد لله راحنا خدامين في هذا التوجه هذا، وكنختاروا الناس اللي ممكن أننا نوظفوهم في هذا بالنسبة للشرطة الإدارية. أما بالنسبة للمصالح الصحية فهي كتقوم بالواجب ديالها وتدير المحاضر ديالها، والمحاضر راه كتوصل بهم حتى العمالة، يعني الناس راه تدير الخدمة. يمكن ما تكينش العدد كبير اللي ما تيبانش، ولكن الخدمة في أرض الواقع راه كاينة. هذا هو سيد الرئيس. بالنسبة للمشروع حتى هو اللي تم الحديث عنه بكثرة، هو بخصوص يعني منح واحد البقعة أرضية من طرف المجلس من أجل خلق منطقة إقليمية للأمن بغير حروضة. كانت الجامعة وفرت واحد البقعة أرضية ربما كنهز المساحة ديالها شي حوالي 1000 متر، بالإضافة إلى تخصيص 1700، بالإضافة إلى تخصيص حوالي واحد المنحة من طرف الجهة الدار البيضاء. بغينا نعرفوا هذا المشروع فين وصل. المشروع الان كما عرفتوا دابا المشكل اللي كان مطروح هو عده مراسلات دارت ما بين المجلس البلدي السابق للجهات المختصه على اساس باش تخلق واحد المفاوضات الان. المشكل اللي وقع مؤخرا لقيتها باش تمت المراسله، شكر السيد العام اللي انا تدخل في هذا الموضوع بنفسه، كنلقاو بان مديريه الامن الوطني اللي بغات دير مفوضيه خصها 7000 متر مربع ماشي 1700 متر مربع، وهذا هو اللي كان الخطا، هو اللي عطل شيئا ما العمل ديال ولا التسريع بهذا المشروع ديال الامن الوطني في الصعيد بلديه عين حدوده. بعد المراسلات اللي قام بها السيد العامل، واخيرا كان عندنا اجتماع بهذا الخصوص، ان الجهه وفرت واحد القدر ديال 400 مليون، والان وفروا واحد المبلغ ديال 100 وشي حاجه على اساس باش يبنيو على الاقل في العقار اللي تكلمت عليه باش تكون فيه دائره للامن الوطني في انتظار وجود عقار اللي ممكن انه دار فيه مفوضيات الشرطه على الصعيد المنطقه. وحنا الان في انتظار، كنعرفوا هذه مساله ماشي صغيره، لان لقيت فاش كنهضروا على الامن الوطني تنهضروا خصوصا فاش كنهضروا على مفوضيه ديال الامن الوطني انها فيها مجموعه من لي بريغاد كما تيسميوهم، يعني على الاقل غتكون 160 شرطي، وهاد 160 شرطي خصها المعدات ديالها وخصها المسائل ديالها، يطلبوا شيئا من الوقت في انتظار على حساب المعطيات اللي عندنا، هو ان تقريبا بروغرامي الامن الوطني في عين حروده في سنه 2018
حنا ننتظر العقار موجود، يمكن الميزانيه راه خرجت، بقى لهم غير يديروا المشاريع ديالهم باش يقدروا يبنوا على الاقل دائره الامن الوطني في عين حدوده باش تخفف شويه الضغط على الدرك الملكي ويقدروا يتعاونوا في المشاكل الكبيره اللي كتعيق عين حدوده في التنميه ديالها وفي التطور ديالها خصوصا من الناحيه الامنيه. سي محمد هشام، بالنسبه للبناء العشوائي بالبلديه ديال عين حدوده، هذا الملف هذا تعاقبت عليه عده مجالس سابقه، يعني ليس ملف جديد على المنطقة أو ملف غير معروف، هو معروف طبيعة الحال. المجلس الحالي واش وضع شي آليات جديدة فيما يعرف زجر المخالفات في البناء؟ لأن كنظن المخالفات إذا تم تطبيق ديالها في أرض الواقع كتعود واحد المداخيل البلدية، واش كتفكروا في هذا؟ أنا كنتكلموا فاش كنتكلموا على البناء العشوائي كنتكلموا على مدونة التعمير. إذن مدونة التعمير كل مصلحة عندها المهام ديالها اللي تقوم بها، للجامعة الحضرية للسلطة المحلية، كل واحد عنده المهام دياله. بالنسبة احنا كنحاربوا ما أمكن هذه الآفة هذه ديال البناء العشوائي، وحتى البناء العشوائي إلا جينا نشوفوا بالشكل دياله الحقيقي أن عين حرودة كتعتبر من المناطق القليلة في البناء العشوائي، وراه تتحارب بجميع الطرق، والمجلس ولا جماعة عين حرودة كدير جميع الواجبات اللي ممكن أن تكون عندها في المسطرة هذه باش تقدر أنها على الأقل تحد شيئا ما من هذه الآفة ديال البناء العشوائي، مع المعلم أن المجلس البلدي ما عنده السلطة باش يقدر يدخل ويحبس الحاجة في البداية ديالها. لأن إلا هضرنا مثلا اليوم واحد الإنسان عنده مخالفة تنمشي وبعض الخطرات حنا ما تلقاوش هذا الإنسان شكون، دونك يبقى خصنا نطالبوا من السلطات فيدنا بالاسم وهاد الناس باش نكتبوا ولا باش نديروا نحروا المخالفه في الاسم ديال هاد الناس هادو. من بعد المسطره كتنغلموا بها السيد العامل، من بعد كيمشي الملف للقضاء كيتحكم القضاء كيرجع كتبقى السلطه هي اللي عندها الحق انها تنفذ الحكم اللي هو كيكون في اغلب الاحيان باعاده الامر كما عليه او بالهدم او باشياء اخرى كثيره. دونك جميع المجالس البلديه على الصعيد الوطني ما عندهاش واحد القوه اللي تمكنها انها تقدر انها تدخل في الوقت المناسب باش تمنع اي مخالفه ولا دير اي هدم، لانك كتبقى ما احنا نقوم ما هو اداري ونحن لسنا سلطه. اذا اذا كان شي مشكل هو كاين مشكل في المبدا من الانطلاقه ديالو في مشروع ولا في مدونه التعمير، لان خصها تعطى السلطه للمجالس البلديه باش تدخل وتعطاها لما كما نقولوا الصلاحيه في بعض الامور خصوصا في مخالفات في جزر المخالفات. بالنسبه للمداخل ولا المداخل ما عندها علاقه بالمداخل ما بين المساله ديال البناء العشوائي ولا الجزر ديالو، ما كاينش شي حاجه سميتها مداخل بالنسبه للجامعه الحضريه. سيد الرئيس، اثيرت مجموعه من الاقاويل والاحاديث حول عزم الجامعه الحضريه لعين حدوده على عقد شراكه مع الفيدراليه الزناتيه للالعاب الفروسيه وتربيه الخيول بالعمليه المحمديه، اللي الرئيس ديالها هو محمد الضاوي اللي هو مستشار بمجلس جامعه عين حدوده، وهذا يتناقض مع الماده 65 من القانون التنظيمي رقم 14113 حول ربط مصالح خاصه مع الجامعه. واش فعلا الجامعه عازمه على عقد الشراكه؟ هو في الحقيقه بالنسبه للمشكل ديال الفصل اللي تكلمتوا عليه هو فصل 65، هو تيتكلم بدون استثناء على جميع الجمعيات التي تتواجد بها بعض الاعضاء اللي هما كاينين في المجلس البلدي. وفي الدوره دماي كان تم تاجيل ديال المنح ديال النظر في المنح ديال الجمعيات الى باش نقدروا نعطيو، كان تصويت بالاجماع ديال المجلس على اساس باش نعطيو واحد الوقت لهذه الجمعيات باش انهم يخرجوا هاد الناس من هذه المكاتب ديال الجمعيات باش تسنى الجامعه انها تقدر تعطي منح، لان هذا قانون تنظيمي جديد يلا خرج الناس ما كانتش كتعرف هذه المسائل. بالنسبه للفيدراليه، بالنسبه لي انا كاي جمعيه جات طلبات شراكه قلنا للسيد الرئيس سي محمد الضاوي بان راه كاين واحد المشكل ديال الفصل 65، ما يمكنش لك انك تربط شراكه مع البلديه وتقبلها بصدر الرحب، والشراكه اللي كانت تقدم بها ما تقدمتش الغيت. السيد الرئيس، بالنسبه للسوق البلدي ما تيسوي يفرج على السوق هذا
اللي هو المعروف بالجوطيه، وشنو المصير ديال الساكنه اللي كتطل داخل ديال هذا السخان؟ واش ديك الساكنه واش عندها حق في السكن بتراب الجامعه، ولا الجامعه غادي تستغل ذاك السوق الجوطيه في المحلات التجاريه فقط؟ السوق ديال الجوطيه يمكن الجميع تعرف هذا المشكل اللي بدا يمكن من شهر من 2009، هو كان واحد التدخل ديال المجلس السابق على اساس باش انه يلقى حل لهذا السوق الجوطيه. وقع مشكل لسوء الحظ ان السيد اللي كان خدام في هذاك المشروع كان وقع له شي مشاكل، لسوء الحظ دخل السجن توقف المشروع. اذا البلديه ما كان عليها انها تمشي في واحد الاجراءات انها تلغي هذاك العقده اللي كانت مع هذاك السيد ولا هذيك الصفقه على اساس باش تشوف ناس اخرين اللي غادي يقدروا يدخلوا يكملوا هذا المشروع هذا. لسوء الحظ السيد كان مشدود، ما عينا من راسلوه بزاف د المناطق بلاصه البلايص في المنزل ديالو في الشركه ديالو ما كانش كيتوصل. بقينا كنبحثوا حتى لقينا رقم الاعتقال ديالو ورسلناه في السجن بواسطه تعاون قضائي، والان وتوصل والان الاجراءات غاده في الطريق ديالها لالغاء هاد الصفقه من اجل دخول شركه ثانيه لاتمام هذا المشروع. وباش نرجع للسي بوطير في السؤال الاول اللي قال، هو انا الفائض ديال المجلس السابق ديال سنه 2014 كان خصص واحد القيمه ديال 100 مليون من اجل اتمام مشروع ديال السوق ديال الجوطيه. ونحن الان في انتظار اننا نتوصلوا بالالغاء، لان المشكل اللي كاين في عين حروده في هاد السوق البلدي هو ان ماشي بلديه عين حروده اللي دارت المشروع، والولايه الدار البيضاء اللي دارت المشروع. اذا وثيقه الالغاء هاد الصفقه هذا لازم ما يوقع في المجلس البلدي وعماله المحمديه والولايه. توقعت من المجلس البلدي، توقعت من السيد العامل، ودابا راه عند السيد الوالي باش يوقعها وترجع، وديك الساعه غادي دار صفقه ثانيه من اجل اتمام ما يمكن اتمامه على حسب الامكانيات اللي متوفره. بالنسبه للساكنه ديال اللي تتسكن في الجوطيه، هذا حتى هو مشكل، لانهم حتى هما ناس ما كيسكنوش في السكن اللائق، حتى هما كنفكروا كيفاش ممكن انهم يحيدوا من هذاك السوق، من هذاك المكان. كانت تجزئه اللي كتسمى كاليفورنيا باش ياخذوا الاستثناء من اجل البناء هذاك المشروع، كانوا عاهدونا باش غادي يعاهدوا المجلس السابق على اساس باش يبنيوا واحد 18 شقه من اجل اعاده الايواء ديال الناس اللي كتسكن في الجوطيه والناس اللي كتسكن في واحد البناء غير عشوائي في جزيئه الفلاح، حدا تقريبا في الجنب ديال الحي الاداري مع شارع مختار السوسي. دونك حنا غاديين في هذا الاجراء. انا بصيفتي نيت كنت مشيت وتكلمت مع الناس اللي ساكنه تما تقريبا نقول لك في الشهر الاول من بعد فاش دخلنا للمجلس، وقالوا لي احنا ما نمشيوش لي زابارتومون، ما نمشيوش هذوك الشقق، حنا بغينا بقع. حاولت انا نشرح لهم ان كاين فرق ما بين الناس اللي كتسكن في مركز عين حروده والناس اللي كتسكن في الدواوير اللي معنيين باعاده الايواء. انا دابا كنحاولوا ما امكن اننا نلقاو لهم حلول منطقيه لا هما لا الناس ديال الداخله، لان حتى هما تيعيشوا في السكن العشوائي. وكاين مشروع غادي تقترح على شركه هيئه الزناته من اجل ادماج هاد الناس تاهما في مشروع المدينه الجديده، ونتمناو ان شاء الله انه تاهما يدمجوا في هذا المشروع ديال المدينه الجديده باش ان شاء الله فاش يكون باش يكون نحسموا نهائيا في السكن العشوائي بالبلديه الحروده بدون استثناء. السيد الرئيس، حوالي 450 ألف وطفلة سيحرمون هذه السنة من التخييم الصيفي اللي كتنظمو جمعية المناخ للرياضة والتنمية، واللي هي كان عندها واحد العقد ديال الشراكة مع المجلس السابق، وجميع يعني مجموعة ديال الأولياء ديال التلاميذ ديال هاد الأطفال ولا حتى الجمعيات كيحملوكم المسؤولية لعدم تأشيركم على المنحة الخاصة بهذه الجمعية، ونعرفوا الأسباب الدوافع علما أنه الجمعية حصلت على واحد المصادقة ديال هذه الشركة من طرف وزارة الداخلية، وخذت واحد المجموعة تراخيص من الوزارة المعنية، ونعرفوا الأسباب ديال عدم تأشير من المنحة الخاصة بهذه الجمعية. باش نبقاو بعدا منطقيين، كلمة إلغاء المجلس لم يلغي أي مخيم. المخيم كما كتعرفوا عنده أكثر من 10 سنوات هو كيدير. يعني ماشي البارح ولا اليوم غدير شراكه باش يدير هذا المخيم. اللي ما فيه هو ان الجمعيه كانت دارت شراكه مع المجلس البلدي في الاواخر ديال الولايه السابقه على اساس باش انهم يعاونهم على هذا المشروع هذا. بالنسبه لنا حنا كمجلس بلدي بصيفتي انا باش نكونوا واقعيين ونقول الامور كما كاينه، وانا اللي بعد كنا كندرسوا في الميزانيه لقيت بان السي احمد رئيس الجمعيه
اللي هو صديق، لقيتو بانه عنده هاد الشراكه اللي تفاجات بها ديال المخيم. اتصلت به شخصيا قلت له خويا احمد انا راه خدام كنوجدو في الميزانيه، ولكن تفاجات انك تشتغل مع الجماعه بصفه ديال شركه الحراسه، في نفس الوقت عندك هذا المشروع هذا. قلت له بصراحه بان يا اخي انا ما نقدرش نشتغل معك بجوج صفات، بصفه انك مدير شركه وبصفه انك رئيس جمعيه. وقال لي اخويا انا ما نجبدش لك شي مشاكل، انا اي حاجه اللي كتبان لك في الصالح انا معك فيها، وانا غنسحب كاع من هاد الخدمه مع الجماعه. وبالفعل كان الشكل وانسحب. بالنسبه لي انا في الميزانيه ما درتش شراكه ولا فلوس ديال شراكه، اللي درت هو اللي صادق عليه المجلس هو واحد القيمه ديال المساعده من اجل ديال المخيمات الصيفيه سواء في البحر سواء في المكان. هذا الامور كيفاش غاد. النهار في الاخير اتصل بي السي احمد، انا باش نكون واقعي معك انا كنجهز بصيغه اخرى، لان ما لم يصادق المجلس على قيمه الشراكه ولا قيمه الاتفاقيه خصوصا في هذه السنه، يمكن في السنه الجايه ممكن تكون ما مذكوراش في الاتفاقيه الشراكه ما مذكوراش في ما كايناش في الميزانيه ديال اللي كاين، هو واحد القيمه ديال الفلوس اللي نساعدوا بها المخيمات الاجتماعيه في انتظار ان السنه المقبله ولا هذا ما عندناش. شنو غيوقع في الاخير؟ هو في انتظار انني باغي نشتغل مع الجمعيه ونعاونها في العمل ديالها، كنت تفاجئ بان صديق سي احمد كياخذ من هذه الجماعه صفقه ثانيه ديال الحراسه، وليت مضطر انني خصني نخدم مع سي احمد في رئيس الجمعيه ديال تخيان، ونخدم معاه كرئيس جمعيه ديال العاب القوى، ونخدم معاه كصاحب شركه. اذا انا بالنسبه ليا باش غيخدم واحد الانسان مع الجماعه فواحد بدون استثناء ديال هذا ولا ديال هذا ولا ديال هذا، ولكن كتب لي واحد المساله اللي غير منطقيه باش نشتغل مع انسان في ثلاثه التوالي شويه. رغم ذلك، رغم هذه المسائل كلها، رغم انك العهد ديالو انه عهدني باش انه ما يشتغلش مع الجماعه في شي حاجه اخرى ويخلي الجمعيه ديالو وحده نشتغلوا على الجمعيه، كنت تفاجئ انه عاود كياخذ صفقه اخرى من عند الجماعه. لماذا؟ شنو السبب؟ لم اهدد بتقديم استقاله. القانون التنظيمي باين ديال الجامعات المحليه هو ان فيه الاقاله وفيه العزل وفيه الاستقاله. يعني باش نقولوا ان كنهدد بالاستقاله، شكون اللي هددته بهذه الاستقاله بغيت نعرفه؟ باش نقدر انا اللي كنت كنتكلم مع صديق وتنقول له الا ما قدرتش نمشي بالعمل الجماعي مزيان علاش غنضيع الساكنه في 5 سنوات ولا 6 سنوات؟ من الافضل ان نستقل ويجيو ناس اخرين يخدموا. يعني كلام منطقي، لان لا يهمني الكرسي ولا تهمني منصب، يهمني هو العمل والخدمه. انا انسان منتج كنعرف نخدم، الا قدرت نخدم غنخدم، ما قدرتش نمشي بحالي. يعني ولا اهدد، هذا كلام عادي تنهضروا به مع الاصدقاء، لان كما قلت لك القانون التنظيمي باين تيعطيك الحق في الاستقاله، وكاين فيها سيدي حتى الاقاله وكاين فيه العزل. يعني فاش كنتكلموا كنتكلموا من اللي هو منطقي. هذا هو اما الاستقاله هذا كلام اخر. نهار غادي تكون استقاله لم اهدد اي شخص بالاستقاله، واي شخص اللي قال لك انا هددته بالاستقاله الا كانوا اصدقاء كنهضر معاهم والكلام ديالي. انا شرفت سيدنا انه دشنا المركب الثقافي، وكان دار جوج المرات في الزياره الملكيه انه باش يدشن، باقي لحد الساعه ما دشنش. اما المركب الثقافي جاهز موجود، غير كنتسناه ويشرفنا سيدنا باش يدشن لنا هذا المركب وهذه المعلمه المسجد كبيره. المسجد ما عنديش شي حاجه على المسجد ولا تدخل المسجد، بالنسبه لي انا راه تصلح ديال 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 عين حروده، اقدم مسجد في عين حروده. انا قام فيه بعض الترميمات والناس راه كتصلي فيه في انتظار ان غادا نقهى المسيره، راه غادا في الطريق ديال الافراغ على اساس باش تحيد ويدار فيها مسجد في بلاصه مقهى المسيره.
وراح حتى البلون داميناجمون خارج فيه مسجد في المكان ديال مقهى المسيره. هذا هو سي محمد. هذا الشيء ما كتفكرش انك ترشح في البرلمان في الانتخابات البرلمانيه الحاليه اللي غتكون؟ كان الترشح ديالي ودخولي السياسة هو العمل في الجماعة، وما كانش عندي لا تفكير لا نمشي للبرلمان لا تجي حاجة. بالنسبة للأمل، الأمل كما كيعرف الجميع هو واحد المشروع اللي ما تمتش الأشغال فيه منذ سنين، يمكن كتعدى واحد 20 سنة. مؤخرا السيد العامل مشكور دخل على اساس باش هذا الحي هذا باش انه يتصاوب، حتى هو كان من المطالب ديالنا على انه حتى هو باش يتصاوب ويكملوا. كانت عنده اتصالات هو شخصيه مع الامل مع شركه العمران على اساس باش يجيو ويبداو يخدموا هذا المشروع هذا. كيف كتلاحظوا المشكل اللي كان واقع في هذه الجزئيه هو كما تيبان بان هذيك الاشغال ماشي اشغال دايرينها شركات اللي هي في المستوى، الناس خداو صفقات، وهذا هو المشاكل اللي كتعاني منها كاع المملكه الحبيبه، هو ان بعض الناس كيطفلوا على بعض الميادين بحال اللي وقع في هذا المشروع هذا ديال الامل، واللي سوء الحظ دار بدون معايير بدون هذا. والسيد العامل مشكور براسو راه حضر حتى لعين المكان وشاف المشكل وتكلمت معاه جوج المرات بهذا الخصوص هذا، وراه الاجراءات دابا غاده في الطريق ديالها على اساس ان غادي دار واحد الماده فوق من هذاك الشيء باش يشوفوا الامكانيه انه ما تبقاش هذيك الغبار كتطلع، وما هو اللي غادي يتم الاشغال ديالو غادي يكون بواحد الطريقه اخرى باش ما يوقعش هذا المشكل هذا. بالنسبه لنا حنا على حسب المعلومات اللي عندنا هو ان الشركه كتقول بان السيارات ما خصهمش يطلعوا فوق من هذاك البيطون، وهذا كلام غير منطقي، لان البيطون اللي دار في الحاله ديالو الصحيحه واخا يطلعوا فوق منه السيارات ما غيشكل حتى شي مشكل، وكاينين عده احياء ما فيهم حتى شي مشكل. وكنت طالبت انا في الاول على اساس باش ما يديروش هذاك الشكل اللي داروا، يديروا البافي واحد الحجر مربع هو اللي يديروا في الاحياء. قال لك لا راه ما كاينش عندنا هذا في المارشي عندنا هو اننا نديروا فيه هذا التبليط هذا بالاسمنت، ودابا راه كيتحمل المسؤوليه ديالهم. بالنسبه للمجلس البلدي المهام ديالو هو معروفه، ان الوقت فاش كيجيو هاد الناس واي واحد دار واحد الجزئيه ديالو فاش كيجي باش يستسلم ولا يتسلم التراخيص ديالو كيكون مكتب دراسات اللي تيعطينا واش هادشي خدام ولا ما خدامش، واش مقبول ولا مقبولش، هذا باش ممكننا نعطيونا التراخيص لهاد الناس هادو. اذا بالنسبه لشركه العمران مطالبه ورقمنا بمراسلتهم حتى حنا كمجلس على اساس انهم لازم انهم يديروا حل في اقرب الاجل، لان الساكنه ما يمكنش انها تبقى مقبله ان هذاك الغبار بداك الشكل انها كتاثر لا في الصحه ديالها لا المزاج ديالها لا المسائل ديالها كامله. اي مواطن مغربي تتوفر فيه الشروط ولا المعايير ولا بلا ما نتكلموا لا شروط لا معايير باش الناس ما تفهمش الكلام ديالي خطا، هو ان اي مواطن مغربي الدستور المغربي الحمد لله كيضمن له الحق في السكن اللائق. واش تجاد في 2014 ولا تزوج في 2012 ولا تزوج في 2011 ولا 2012، مادام كيكون اسره لازم بانه حتى هو يستافد بحاله بحال جميع المواطنين المغاربه. السيد الرئيس، بالنسبه لعروج وسط الساكنه البلديه فيما يعرف قضية سرحان أو إعادة إيواء السكنة الدواوية، كيروج بأن دوار حربيلي كتقول العمالة المحملية إن ما تبقاش تابع العمالة المحملية، تابع عمالة سيد المقاطعة سيد البرنوصي، واش هذا صحيح؟ هذا الشيء ما كاينش، وبالنسبة لي أن الناس اللي كياخذوا شواهد السكنة ديالهم ديال حربيلي ولا المسائل كلها هذا استفادة سيد الرئيس. لا يعني لا أنا حقهم يشوفوا النفوذ ديال البرنوصي يبقى في العمالة المحملية. أسيدي ودابا ما خليتينيش نشرح لك السي عزيز. انا بالنسبه لي انت كشخص عربي لي فين كاين، واش تابع البلديه تاع الحدود ولا تابع البرنوصي؟ تابع المحمديه. اذا راه في المحمديه ما كاينش حاجه سميتها البرنوصي، كلشي راه في المحمديه، كلشي راه تابع البلديه تاع الحدود. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين ميديا لايف على اليوتيوب، وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وديروا جيم، وما فيها باس اذا خليتيو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.